يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الحب، يا مساء الفرح، يا مساء كل يوم جديد وفيه خير جديد. ودايما كلمتنا المعتادة عليها رب الخير ما بيجيبش غير كل خير. في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها، في ظل الكورونا اللي احنا عايشين فيها، ناس كتيرة بتشوف ان الموضوع ده فعلا مأساوي جدا. احنا هنتعايش ازاي؟ هنعيش ازاي؟ ايامنا الجايه هتبقى شكلها ايه؟ هل هنكمل على كده ونبقى مش عارفين ننزل ونازلين خايفين، ولا مش هنعرف نروح الكافيهات، ولا مش هنعرف نروح المولات، ولا مش هنعرف نروح النوادي؟ هل مش هنعرف نتحرك زي زمان؟ ولا هل هنتعايش مع الكورونا وخلاص، وخلاص ادينا لبسنا فيها وقاعدين قاعده بينا؟ اكيد لا، لان دايما ربنا لما بيجيب حاجه وحشه تاكدوا اللي وراها دايما حاجه احسن بكتير. ربنا ادانا المرض ده او ادى للعالم كله، مش احنا بس. بس انا متاكده ان احنا هنخرج من الكورونا دي بحاجه هتفيدنا كلنا، حاجه مهمه جدا لنا في حياتنا. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه الا ما بيعاقبها حاجه كويسه جدا. دي قاعده في الحياه عموما. النهارده هنتكلم عن موضوع الحساسيه والفرق بينها وبين الانفلونزا والكورونا. ايه هي الفرق ما بينها وبين الكورونا؟ النهارده هيكون منورني ومشرفني دكتور ندى احمد، رئيس قسم انف واذن بمستشفى الدكتور عاطف نور الدين. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، منورني ومشرفني. كل سنه وانتم طيبين والمشاهدين كلهم طيبين، ويسعدنا النهارده ان احنا نقول لك كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادك. حضرتك طيب، يعني احنا سعداء ان احنا نكون معاكي في يوم زي دوت. ميرسي، ربنا يخليك. انا اللي سعيده ان في يوم زي كده يعني اكون مع حضرتك. ميرسي. النهارده بقى عايزين نسال، والناس عايزه تعرف ايه الفرق بين الحساسيه اللي هي بتيجي عادي، والفرق بينها وبين الكورونا لو جت لاي حد لا قدر الله. الاول الحساسيه دي ده مرض شائع معروف عند الناس كلها، وبيجي في فترات معينه من السنه، خصوصا في فتره الصيف والربيع. ودي بتبقى نتيجه ان بيحصل تنبيه للجهاز المناعي للشخص المصاب ببعض مسببات الحساسيه، فبتؤدي الى حدوث المرض. وغالبا الكلام ده بيكون يعني في الصيف وفي الربيع، وبتلاقي الاعراض المصاحبه ليه غالبا بتبقى حكه في الانف، حكه في العيون. ده بيبقى نتيجه ان بيحصل تهيج في الغشاء المبطن للانف من الداخل، فبيعمل اللي هو الحكه في الانف، او الغشاء المبطن لجفن العين او الملتحمه بتاعه العين، فبيؤدي الى حدوث الحساسيه ديت. ده سبب اللي هو الحساسيه، ده سبب الحساسيه اللي هي بيسموها الحساسيه الموسميه او حمى القش. طيب. يعني ده اسم الدرج الثاني بتاعها اللي هو حمى القش، هي نفسها الحساسيه الموسميه. تمام. اقدر ازاي افرقها وبينها وبين الكورونا؟ ما هي الكورونا برضو بتيجي، انا اللي فاهماه ان الكورونا بتدخل يعني من فتحات الوش مبدئيا، يعني يا عين يا انف يا فم يا اذن، اي حاجه الجسم فيها مفتح في الوجه هتتنقل الكورونا. اولا انا عايز اعرف ايه الفرق بين الحساسيه العاديه والكورونا، وازاي افرق بينهم. انا كده عرفت الحساسيه، الكورونا ازاي اعرف؟ بالنسبه بص زي ما قلنا لحضرتك، الحساسيه الموسميه غالبا بتبقى بتصيب الجهاز التنفسي العلوي، اللي هو الانف والحلق، الجزء ده الجزء العلوي غالبا، يعني في معظم الحالات. وان ما بتصيبش الجسم، يعني الجسم بالكامل ما بيحصلش فيه اي اعتلال او اي مرض، كل الاعراض بتبقى منصب على الجزء العلوي. انما بالنسبه لفيروس الكورونا، فالناس عارفه ان فيروس الكورونا دوت يعني فيروس من اشد الفيروسات انتشار وكده، وغالبا بيصيب الجهاز التنفسي العلوي، الى جانب ان بيبقى معاه اعراض تانية غير التعب بتاع الحلق والتعب بتاع الانف، بيبقى فيه ارتفاع في درجه الحراره، بيبقى فيه تعب جامد جدا في الجسم، الم في الجسم احيانا. اما الحاله بتزداد سوء، التنفس بيتاثر، وبتوصل ان ممكن ان المريض في الاخر نحطه على جهاز التنفس الصناعي عشان يقدر لغايه ما نتواصل معاه. انا سمعت حاجه دكتور من منظمه الصحه العالميه بتقول انهم اكتشفوا من الحاجات والاعراض اللي اكتشفوها ما بين الصين وامريكا والدول اللي هي كان فيها الجائحه قويه جدا عندهم، ان اول حاجه حسوا ان هم مش قادرين يشموا. حاسه الشم بدات عندهم تقريبا مش موجوده في بدايه الايام مع الكورونا. ده صح؟ تمام. في حالات كتيره جدا سجلت ان هو المريض بيفقد حاسه الشم في المرحله الاولانيه من المرض. تمام. ده بيبقى نتيجه ان الفيروس بيشتغل على الانسجه المخاطيه اللي موجوده في الانف وفي الحلق. هو بيبدا من هنا ولا بيبدا من هنا يا دكتور؟ لا، هو بيبدا مع النفس، انت بتاخديه مع النفس. ها،
وبيبتدي يخش عن طريق الانف والفم، بيبتدي يخش على الجهاز. عشان كده بقول لك ان حاسه الشم هي اول حاجه بتبقى في موضوع الكورونا. فالناس اللي مش عارفه هي عندها كورونا او ما عندهاش، طبعا لا قدر الله يا رب ما حدش يجيله ابدا، اول حاجه هنحس بيها ان احنا مش قادرين نشم. تلاقي في حد بيقول لك ده الدنيا بتولع جوه، في ريحه شياط، ايه ما فيش. وعشان كده اول حاجه قالوها الماسك، غطي المنطقه ديت عشان تقللي نسبه دخول الفيروس، الى جانب طبعا الاحتياطات الثانيه الاخرى. بس اول حاجه في الاحتياطات اللي هو ان احنا بنغطي. بس تعرف يا دكتور النهارده بجد بجد انا بحيي الشعب المصري، النهارده بجد انا جايه في الطريق شايفه كميه ناس لابسه ماسكات كتير جدا جدا، ودي كانت اول مره تحصل بامانه. بجد انت محظوظه، اصل انا ما بشوفهمش. انا شفتهم النهارده وكنت فرحانه جدا. لا في الناس ابتدت تفهم. في بعض الناس طبعا عندها وعي، وده اللي احنا طالبينه من الناس كلها. لا انا شفت صدقني سواقين عربيات نقل، يعني عربيات نقل وميكروباصات وسواقين، يعني سواقين، انا بتكلم في فئه برضو ناس يعني ابتدت تدرك هذا الموضوع. تمام. لا انا شفت ناس الصراحه كتير يا دكتور وانا جايه انبسطت. لا هو في طبعا في نسبه كبيره جدا من الناس لا زال عندها وعي، وبتحاول ان هي طبعا تحاول انها تسيطر على المرض، لان اصل هو المرض ده عباره عن ايه؟ يعني واحد موجود في مكان عطس، ابتدى المرض، ابتدت الفيروسات تنتشر، ممكن الناس اللي حواليه على مسافات معينه اكتر من واحد يتصابوا. يعني كان في فيديو كده كنا شفناه من كام يوم، ان جايبين مصورين الفيروس بالاشعه السينيه، وجايبين انه مجرد ما واحد عطس في مطعم ابتدى الفيروس اتنقل على كذا مكان، مقبض الباب، الترابيزه، الكوبايه اللي محطوطه. شوفي بقى كم واحد ممكن يستخدم الحاجات ديت ويبتدي الفيروس ينتشر بسهوله جدا. ما هي الناس هي ايه لازم تفهم الموضوع ان هو كان ماشي ازاي. واحد مثلا لا قدر الله تعبان مثلا في مطعم، تمام، عمل مثلا بيتزا. هو طب لو حد فعلا تعبان وعمل بيتزا وودها للناس والدنيا دي، هم كده يتعدوا من اكله البيتزا؟ لا، البيتزا نفسها هي انت هي هو ولا لغايه دلوقتي دخلت الفرن. لا، لغايه دلوقتي اللي هو الثابت بالنسبه للفيروس ان هو ما بيتحملش درجات الحراره العاليه، عند درجه حراره معينه ما بيتحملش. سمعت يا دكتور على 96 يعني؟ لا والله بصي، الكلام ده لسه ما هوش ابروفد لغايه دلوقتي ان هذا الكلام، انما اللي هو المعروف لغايه دلوقتي ان الفيروس ما بيتحملش درجات الحراره العاليه اللي هي الشديده. يعني الناس اللي عايزه تجيب اكل من بره ونفسها تجيب اكل من بره، لان كتير خلاص احنا منعنا الاكل من بره صراحه، تمام؟ تجيب الاكل وتحطه في الميكروويف او في الفرن؟ والله انا عن نفسي بعمل كده. بتعمل كده؟ احنا بنعمل كده. احنا بنعمل كده، بنجيب الاكل ونحط في الميكروويف لمده دقيقه او دقيقتين، وبعد ده كده ده امان يعني؟ يعني من وجهه نظرنا احنا امان، انما برضو يعني اصل المشكله ان هو الفيروس ده لغايه دلوقتي محدش عارف الوضع بتاعه ايه بالظبط، ايه اللي هو بيعمله بالظبط، لسه الصوره الكامله ما بنتش عنه بالظبط ايه. ما هي دي المشكله. فكل الحاجات اللي احنا بنعملها ديت كلها حاجات وقائيه. وقايه بس عشان ما نزيدش ان احنا عمالين بنزيد كل يوم والحالات بتزيد كل يوم. بس في حاجه مضايقاني الصراحه من الشعب المصري، ان هم بينزلوا المحلات وبيشتروا وبيقيشوا وبيعملوا. يا جماعه هتروحوا بيها فين في العيد؟ العيد ده تقريبا ما فيش حد هينزل، يعني كل حاجات مقفله، يعني كله مقفول. هتقعدوا في البيت، هتقعدوا في البيت. ويا ريت يا ريت ما نتجمعش ونقول هنروح عند تيتا ونانا وجد وبنت خالت عم مش عارفه مين عازمنا على في العيد. لا، انتوا كده بتموتوا بعض صدقوني. انا سمعت حالات كتيره جدا راحوا اتعزموا في رمضان، تمام، 11 مصاب وبيبقى منهم 2-3 وفيات. فحرام، مش عايزين نخسر حد من اهالينا، يعني كلهم غاليين علينا، فيا ريت ناخد بالنا من الحته دي. طيب يا دكتور، ايه اللي بيميز اعراض الحساسيه والانفلونزا؟ زي ما قلت لحضرتك اعراض بالنسبه لل احنا عرفنا الفرق ما بينهم، ايه بقى الاعراض اللي بتميز اللي بين دي ودي؟ غالبا اللي هو ارتفاع درجه الحراره، ده الفرق. والالم الشديد في الجسم وصعوبه في التنفس. ديت اللي هي الحاجات اللي هي بتميز الكورونا عن الحساسيه الموسميه او الانفلونزا العاديه. صعب ان احنا نفرق بينها وبين الكورونا، لان هما الاثنين يعني من فيروس قريب من بعضهم، الشكل بتاعهم قريب من بعض، فبرضه الاعراض بتاعتهم بيبقى فيها نسبه كبيره جدا من التشابه بينهم وبين بعضهم. تمام. فلغايه دلوقتي ما فيش حاجه ابروفد ان احنا نقول ان دي يعني، الا باستثناء ان الانفلونزا العاديه فتره الشفاء بتاعتها بتبقى ابسط شويه، قليله شويه، وتطورات والمضاعفات اللي بتحصل. بس الانفلونزا العاديه يا دكتور معلش سوري اقطع كلامك، ما بيجي فيها سخونه؟ بيجي فيها سخونه بس يعني بتستجيب لمخفضات الحراره،
وللسوائل وللحاجات ديت بيبقى الاستجابه بتاعتها، فالمريض ما بيقعدش فيها فتره اكبر. الى جانب ان الانفلونزا العاديه في دلوقتي اللي هي في تطعيمات خاصه فاكسينز موجوده بالنسبه ليها، فبرضه الانتشار بتاعها اقل، ما بقاش زي الاول. تمام. على عكس الكورونا لسه لغايه دلوقتي احنا ما وصلناش لاي حاجه بالنسبه لها. تمام. يعني طب الناس تعمل ايه غير موضوع الكمامه وهم خارجين؟ تمام. يعني بالبلدي كده للناس تفهمها، يعملوا ايه علشان ياخدوا بالهم؟ احنا قلنا نظافة، قلنا كلور، قلنا يعني يا جماعة نظفوا على قد ما تقدروا، الولاد ما ينزلوش، خلاص المدارس احنا قفلنا، الجامعات اتقفلت، كله اتقفل، وفي اختلاط اقل، بس الاقي بقى الناس بتنزل عيالها ويشتروا حاجات ويجيبوا مش عارفة ايه ويروحوا فين، يعني تحس ان في صيف شغال عادي، يعني عارف اللي هو اجواء الولاد اللي نازلين تحت بيلعبوا مع بعض بالعجل. يعني بصي، منظمة الصحة العالمية قالت ايه؟ قالت لازم الناس تلتزم بحاجة اسمها العزل الاجتماعي. يعني ايه هو العزل الاجتماعي؟ العزل الاجتماعي اللي هو ان انت تتجنبي الاماكن العامة. تمام. تتجنبي الزيارات العائلية. تتجنبي المناسبات الاجتماعية. تمام. تتجنبي اي مكان فيه تجمعات، اي مكان فيه تجمعات او حاجة زي كده، المفروض ان الناس بتحاول تبعد عنها. ده يعني اسمه العزل، ده اسمه العزل الاجتماعي. اتقفل الجوامع واتقفلت الكنائس واتقفلت كل اماكن عباده ربنا، انا مش فاهمه ازاي الناس لسه بتنزل وتتجمع مع بعض ويعملوا افطار جماعي. هو ده نقص الوعي بتاع الناس، ما هو ده نقص الوعي اللي هو اللي الناس لغايه دلوقتي، في ناس مش مصدقه ان في حاجه اسمها كورونا. وتحس لا، والناس بيتصرفوا وكل واحد يعني لو فارد صدره وفاكر ان هو بعيد عن الموضوع. الكلام ده مش مظبوط. لا، فاكر ان هو الموضوع خلاص مش هيجيله، هو في كورونا بس هي مش هتيجي، انا مش هتجيني انا. المشكله يعني ان لما حد منهم بيقع الندم ساعتها ما بينفعوش في اي حاجه، ويا ريت ان هو بيضر نفسه بس لوحده، لا ده بيضر والده ووالدته واخواته واولاده وزوجته. بقول لك على السوشيال ميديا 11 واحد اتصاب، زي ما حضرتك بتقولي، زي ما حضرتك بتقولي، ومنهم 2 وفيات في قعده عزومه رمضان في عيله، فحرام. انا ده اللي انا بتكلم فيه، حرام، فقدوا 2 اب وابنه. تمام. الى جانب طبعا التعليمات برضو الثانيه بتاعت منظمه الصحه، اللي هو مثلا استخدام المنديل، استخدام المناديل اثناء العطس والحاجات ديت. لو المنديل مش متوفر، ممكن ان الشخص بيعطس في اعلى الذراع بتاعه او عند الكوع كده، بحيث ان هو ما ينشرش العدوى. غسل الايدين طبعا ده حاجه اساسيه جدا بالماء بالماء والصابون مده لا تقل من 20 الى 30 ثانيه. تمام. لازم الناس تلتزم بهذا الكلام. لو متوفر المطهر اللي هو الكحول او كده، بيكون فرك الايدين بالكحول والحاجات. ايدينا باشت خلاص، اتحرك كحول غسيل، يعني الصوابع اشتكت. لو هنتكلم عن غسيل عايز اقول لحضرتك وعن الكلام ده كله، انا عايز اقول لحضرتك انا عندي الاولاد محمد ابني وسلمى، بييجوا مثلا اول ما اخش من الباب على طول البخاخه بتاع الكلور. ايوه بخاخه الكحول رش رش رش. اما الواحد بقى انا الواحد جنبه جينا جنبه كده معاه كبريت ولا حاجه، ايوه مش عارف هيحصل له ايه. على فكره، من ضمن الحاجات يا جماعه خدوا بالكم، قالوا ممنوع نسيب في العربيات الكحول، لان بتحصل انفجارات مع طبعا دخول ان احنا داخلين على درجه حراره عاليه. انا من الناس اللي كنت بسيب الكحول بتاعي في العربيه، بقول لها سيبها في العربيه عشان لما اكون بقى بره ومش عارف ايه مش هنزل واطلع بيها، بس حصلت مع ناس كتير العربيه انفجرت من على الجنب مش عارف ايه مع درجه الحراره العاليه، فناخد بالنا كويس جدا من الحته دي، ما تسيبوش كحول في العربيه. طيب، كان في بقى سؤال يعني جاي لك مخصوص، اللي هو عن الاذن الوسطى. تمام. انا دلوقتي عايزه اعرف الناس اللي بيجي لها اذن وسطى، تمام، ايه سببها وايه علاجها؟ ايه هي الاول الاذن الوسطى؟ ايوه، نجيبها من الاول كده. الاذن الوسطى، الاذن الوسطى ديت هي التجويف اللي موجود ورا طبله الاذن، وبيحتوي على العظام الاهتزازيه الصغيره اللي هي بتاعت الاذن. تمام. ديت حضرتك ممكن الالتهاب دوت يحدث لوحده نتيجه لعدوى فيروسيه او بكتيريه او كده، وممكن مضاعفات لنزلات برد، حساسيه، التهاب في الجيوب الانفيه. بس ده بيجيب لهم دوخه، يعني بيوصلهم لمرحله ان هو بيجي لهم دوخه وهم نايمين، بيتقلبوا يمين او شمال على السرير، تحسوا ان الدنيا
تمام حضرتك. اما بيحصل امتداد للعدوى ديت بيبتدي الحاجات اللي هي جنب الاذن الوسطى، الاجزاء من الاذن اللي هي موجوده جنب الاذن الوسطى تتاثر وتبتدي تعمل المضاعفات ديت، ممكن تعمل الدوخه، ممكن يحصل انفجار في طبله الاذن وتبتدي الاذن تنزل صديد او ميه. امتى اقول ان الموضوع كبير قوي يا دكتور؟ الموضوع كبير طبعا. بصي، هو الموضوع بسيط وكبير في نفس الوقت. بسيط لو انت خلال يعني خلال يوم او اتنين مثلا. على فكره الاول ان التهاب الاذن الوسطى ده بيجي في الاطفال اكتر منه في الكبار. طيب. يعني الاطفال لطبيعه تركيب الانابيب بتاعت الاذن نفسها بتبقى في الاطفال بتبقى اقصر شويه واضيق، فبيبقى السوائل بتبقى متكونه فيها بكميه اكتر. اما بيحصل التهاب وتورم فيها بيبتدي يحصل الالتهاب بيبقى مؤلم اكتر بالنسبه للاطفال. تمام. ممكن الحاجات ديت بمجرد مسكنات بس كده بسيطه خلال يوم او حاجه ممكن ان الطفل يتحسن وما يحصلش اي مضاعفات. ممكن بعد كده الامور تتطور شويه، يحصل ارتفاع في درجه الحراره، يحصل انفجار في طبله الاذن وتبتدي ينزل ميه او صديد من الاذن. معانا تليفون يا دكتور. بوسي من المنصور. الو. الو. ايوه اتفضلي. لو سمحت محتاجه استشير الدكتور في حاجه، ممكن؟ اتفضلي اتفضلي يا بوسي اتفضلي. انا ابني عمره سنتين. تمام. عنده التهاب متكرر جدا في اللوز وفي اللحميه. تمام. واكتر مره عرضت على الدكتور وحب اعمله العمليه، هم انصحوني يقولوا لي لا مش هينفع دلوقتي. ممكن الدكتور يفيدني اعمل ايه؟ تمام ماشي اوكي، الدكتور هيرد عليكي. شكرا جدا. اتفضل يا دكتور رد على السؤال. بشكر حضرتك. بصي حضرتك، هو امتى نقول ان الطفل دوت محتاج عمليه اللوز او محتاج عمليه اللحميه؟ هو طبعا السن المناسب يعني عند 4 سنين، من 3.5 الى 4 سنين هو ده بيبقى انسب سن للطفل ان يتعمل له عمليه اللوز واللحميه. طب انا عندي سؤال بقى، سؤال صغير فضل. يعني كده هو لازم الطفل يتعمل له عمليه اللوز؟ لا مش لازم، محدش قال ان لازم. مش لازم. اللوز دي على فكره من الحاجات المهمه جدا في الجسم، لان هي جزء من الجهاز المناعي بتاع الجسم. تمام. يعني دي اول جهاز، ما اول حاجه في الجهاز المناعي بتاع الجسم بتاع الطفل او الشخص نفسه. يعني اللي بيشيل اللوز المناعه عنده كده بتقل يا دكتور؟ لا ما بتقلش، هو في حاجات تانية بتعوض هذا الكلام. تمام. يعني بس ايه، احنا بنيجي ايه، الضرر اكتر ولا المنفعه اكتر؟ يعني وقت ما توصلي للمرحله اللي انت بتقولي ان وجود اللوز هيبقى فيه ضرر اكتر على الطفل من منفعتها، هنا بنقول ان احنا نشيل اللوز. تمام. فلو اللوز مثلا بتلتهب مع الطفل دوت اكتر من 4 أو 5 مرات خلال السنه، او ان هي كل مره تلتهب حتى لو عدد قليل من المرات وبيحصل فيه تكوين صديد، او ان الطفل ابتدى يشتكي من رجليه، او ابتدى يشتكي من قلبه. ايوه. فديت بتبقى مضاعفات للالتهاب اللي موجود. اللي بيبقى اللي هو الصديد ونزل على الركب، على الركب وابتدى الطفل يقول لك انا مش قادر امشي. البكتيريا العقديه ديت انا تعبان، نوع من الانواع اللي بتسبب التهابات المفاصل والحاجات دي. في اطفال يا دكتور كان بيجي لهم حراره وسخونه تقريبا اسبوعيا بجد، وياخدوا مضاد حيوي وياخدوا بتاع السخونه وياخدوا مش عارفه ايه ويجي لهم تاني. دول الاطفال دول العرضه للوز دول المفروض يعملوا العمليه من دول الاخر؟ دول المفروض ان هم بيعملوها. ما انا بقول لحضرتك لو الالتهابات ده متكرره او بيتكون صديد او ان هو ابتدى يشتكي من رجليه او من قلبه. هنا في الحاله ديت بنقول له لا، ده انت لازم تعمل اللوز، لان هنا الضرر بتاعها بقى اكتر من المنفعه. معانا تليفون تاني يا دكتور. معلش اوكي هنكمل. معانا تليفون. ايمان منين؟ الو. اليوبية. عليكم. وعليكم السلام. ممكن اسال الدكتور لو بعد اذنك سؤال؟ اتفضلي. طبعا اتفضلي يا ايمان. لو سمحت يا دكتور، انا عندي جيوب انفيه بقالي حوالي كده 5 6 سنين، وباخد بخاخه وباخد برشام وكده، بس الصداع جامد مش قادره استحمله كده. في ناس قالوا لي ممكن تعملي عمليه، وناس تانية بيقولوا ان هي ممكن تطلع تاني بعد ما اعمل موضوع اشيل الجيوب الانفيه. وداني بقى يا دكتور وجع فظيع مش قادره اتحمله بصراحه، فحضرتك تنصحني بايه؟ تمام يا ايمان. تمام، الدكتور هيرد على سؤالك دلوقتي. شكرا ليك يا ايمان. تابعين. نكمل بس الاول. كمل الاول. انا بوسي بتاع الولد الصغير. فانا بقول لحضرتك مواضيع السن ما بيحكمناش زي ما بيحكمنا قدر الالتهابات اللي هي اللي بتحصل وكده، بس بيفضل ان احنا على الاقل ان الطفل يبقى على الاقل 3 سنين عشان يبقى جهاز المناعي بتاعه
ابتدى اكتمل التكوين بتاعه، وفي نفس الوقت ان هو صحيا او بدنيا ان هو يتحمل التخدير ويتحمل العمليه. يعني من بعد 3 سنين يبدا الطفل ناخده ونعمل لو هو فعلا تعبان، الا اذا كانت مضطرانه الظروف يعني ان احنا نعملها لو الموضوع ارجنت او قوي جدا. تمام. بالنسبه لايمان وسؤالها، التهابات الجيوب الانفيه ديت طبعا في كذا سبب ليها. اول اسبابها اللي هي الحساسيه الموسميه ديت، من احد مضاعفاتها اللي هو ان بيحصل مع الالتهابات المتكرره ليها بيحصل التهابات في الجيوب الانفيه، فتبتدي الغضاريف بتاعت الجيوب الانفيه تتضخم وتقفل الدنيا فوق، اما بتقفل الدنيا بتقل كميه الهواء اللي جوه، يبتدي المريض يشتكي من صداع والم شديد والحاجات دي. صح. واحيانا بيحصل يا دكتور في دم كده بينزل احيانا من التراب. تمام. دي حساسية تانية غير الحساسية؟ لا لا لا، هي نفس أنواع الحساسية، بس هنا بيبقى في ضعف في الشعيرات الدموية اللي هي بتغذي الأنف. طب ودي علاجها يا دكتور بالنسبة ديت حسب التكرار بتاعتها وحسب اللي احنا بنشوفه ساعتها. هل هي مجرد يعني في فحوصات نعملها مثلا نشوف هل هي نتيجة مثلا في أمراض دم أو أي شيء أو في أي سبب تاني بيسببها، بنقدر إن احنا نتعامل معاه. لو ما فيش بنعتبر إن هو ضعف في الشعيرات الدموية، وفي بعض الأدوية دلوقتي كتيرة موجودة بتقوي الشعيرات الدموية ديت. إذا اضطرتنا الظروف ممكن إن احنا نعمل كي بسيط كده ليها بحيث ان النزيف دوت يقف. اصل بيحصل كمان بيبقى التجويف هنا بيبقى زي ما تقول يا دكتور كده في حرقان من طبعًا من طبعًا احساس طبعًا التراب او يعني في ناس كتيره الناس ديت. بصي بقى ده الوقايه بتاعت الوقايه من الحساسيه الموسميه، ان هو ان الشخص اللي هو عنده العرضه لحاجه زي كده المفروض ان هو مثلا لو هو شايف الجو النهارده مثلا في تراب كتير المفروض ان هو في اليوم ده ما يخرجش. بنقفل الشباك. لو اضطريت ان انت تخرجي يبقى لازم ان انت في كمامه. الناس اللي بتبقى قاعده في المكيفات لازم يبقى في اللي هي الفلاتر بتاع تنقيه الهواء عشان تمام. التراب والحاجات ديت. تملي باستمرار لازم يبقى غسل ايديه عشان لو في تراب او اي حاجه او الاماكن اللي هي فيها الدخان ما يقعدش في اماكن الناس اللي هي بتدخن فيها. طب بالنسبة لإيمان والعطور برضو والحاجات ديت برضو من الحاجات اللي هي برضو المثيرة لمسببات الحساسية. صح. والدخان أي عربية الدخان هي إيمان كانت بتسأل إيه هتعمل إيه في موضوع جيوب الأنفية بالنسبة لها. بالنسبة لإيمان طبعا وإحنا لازم الأول لازم تعمل إحنا مش عارفين هل هي عملت أشعات قبل كده عشان نشوف هل في الجدار بتاع الجيوب الأنفية من الآخر السمك بتاعه عامل إزاي. هل في يعني هي المفروض تعمل إشاعات؟ أشعات طبعا، أشعة مقطعية طبعا للجيوب الأنفية بحيث طيب. ان احنا نشوف سمك الجدار نفسه بتاع الجيوب الانفيه عامل ايه، هل في سوائل جوه الجيوب الانفيه محتاجه بذل او محتاج كحت للجيوب الانفيه من جوه، او ان هي مجرد الغضاريف نفسها من بره كبيره بنعمل استئصال للغضاريف ديت عن طريق المنظار والحاجات دي. تمام تمام يا دكتور. طيب بالنسبه بقى للناس اللي بيبقى عندهم بيتكلموا عادي، يعني صوتهم كان عادي جدا واذ فجاه حصلت لهم حاجه في الاحبال الصوتيه وابتدوا ان هم مش قادرين يكلموا زي قبل كده، دول يعملوا ايه يا دكتور؟ يعني او ايه السبب ده الاول وايه علاجها؟ بص حضرتك بالنسبه لالتهابات الاحبال الصوتيه، الاحبال الصوتيه دي جزء من الحنجره. تمام تمام. فغالبا بتبقى البدايه التهاب في الحنجره، والالتهاب ده بيمتد للاحبال الصوتيه. بيحصل تورم في الاحبال الصوتيه، ومع التورم ده والاهتزازات بتاع الاحبال الصوتيه بيحصل تغير في الصوت، سواء التغير دوت ممكن تبقى بحة في الصوت او ممكن بتبدا ببحة او ممكن الصوت كله يروح. والكلام دوت ممكن يحصل عن طريق حاجتين، ممكن يكون نتيجه برضو الحساسيه برضو الموسميه مع التهابات الجيوب الانفيه، يبتدي في مخاط كتيره جدا كتير بينزل على الحنجره ينزل على الاحبال الصوتيه يعمل الالتهاب بتاعها، او التهاب في الحلق مثلا او اللوز ويتكون صديد في اللوز يبتدي ينزل برضو الصديد ده يعني اساسها لوز برضو يا دكتور. ممكن احد الاسباب او الناس اللي هي بيستخدموا صوتهم لفترات طويله زي المغنيين مثلا واللي بيزعقوا كتير واللي هم بيزعقوا كتير والحاجات ديت صوتها دايما بيبقى فهي الالتهابات بتاع الاحبال الصوتيه ديت في منها اللي هو الحاد وفي منها المزمن. الحاد اللي هو بياخد له فتره بسيطه خلال اسبوع مثلا، وبيبتدي الشخص مثلا مجرد ما يريح صوته يبتدي ياخد بعض الادويه او كده يبتدي يتحسن ويرجع لطبيعته تاني. وفي الناس اللي هم مزمنه دي اللي هي بيقعد اكتر من 3-4 اسابيع والصوت ما بيرجعش او ان الامور بتتدهور معاه، فالشخص ده ساعتها بيحتاج ان احنا سواء بنعمل له منظار مباشر او غير مباشر
عن طريق المنظار اللي هو الليفي ونشوف هل في في اي تكيسات او في اي تورمات موجوده على الاحبال الصوتيه او حاجه. وفي الحاله ديت ممكن ان احنا بناخد منها عينات او حاجه وبتتحلل ونشوف طبيعه المرض اللي موجود. تمام. كان في حاجه بس ما جاوبناهاش لما جه تليفون بوسي. احنا قلنا على الاذن الوسطى، تمام، قلنا اسبابها ايه، ما قلناش علاجها ايه، عايزين بقى نعرف ايه علاجها. طيب اولا احنا ممكن ناخد بالنسبه لعلاجها ممكن يبقى بسيط جدا، خلال يوم واحد مجرد مسكن والطفل ياخده وتاني يوم يبقى يقوم. طب لو كبير مش طفل يا دكتور، او كبير او واحد كبير او حاجه، ومجرد هي بتفرق من هي الطفل للكبير في حاجه؟ هي اكتر حدوثا في الاطفال زي ما قلت لحضرتك، لان الانابيب بتاعه الاذن بتبقى في الاطفال اضيق واقصر شويه وبتبقى مستقيمه شويه، وخصوصا في الرضع في الاطفال الرضع. عشان كده ساعه الرضاعه لازم نقول للام سواء بترضعيه من صدرك او بترضعيه صناعي لازم تاخدي الطفل في وضع الرضاعه الطبيعي اللي هو يبقى مرفوع شويه، اللي هو يبقى مرفوع وانت تبقي انت الام نفسها تبقى قاعده وواخداه في وضع الرضاعه عشان اللبن ما يرجعش تاني. ده في امهات بترضع ولادها وهم نايمين على السرير، لان هي يعني بتبقى تعبت بقى ومش قادره. اكتر حاجه بتسبب في الرضع بتسبب التهابات الاذن، يعني بتسبب التهابات الاذن الوسطى. دي اكتر حاجه بتسببها، اكتر حاجه في الرضع في الاطفال الصغيرين اقل من 6 شهور. دي اكتر وده كتير بيعملوها على فكره. عايزه بتجي لنا حالات كتيره جدا بالشكوى دي. طب انا بتكلم بقى على الكبار مش الاطفال. بالنسبه للكبار ديت غالبا بتبقى نتيجه مضاعفات من نزلات برد، التهابات في اللوز، التهابات في الجيوب الانفيه، بيحصل مضاعفات وتبتدي الاذن الوسطى تلتهب. وفي الحاله اللي زي دي طبعا بنتدخل بالمسكنات ومضادات الالتهاب والمضادات الحيويه والحاجات دي. يعني هي من الاخر التهابات وهي اللي بتسبب وجع الاذن الوسطى. تمام. وتبقى انا عايزه اقول لك ان في مرات بتبقى الودن كده بتبقى فيها الم، احيانا يجي لنا المريض يقول لك انا حاسس ان في ميه بتلق جوه. ولا حاسس ان في ميه جوه. ايوه ده بيبقى ايه بقى يا دكتور؟ ده السوائل اللي هي في الانابيب بتاعه الاذن بتتجمع نتيجه للتورم بتاع الجدار بتاع الانابيب ديت، فما بتضيق بيحصل زي انسداد فيها وهو ده اللي بيعمل الالم الشديد. طب اسالك في حاجه بقى تانية، لو انفجرت بقى الطبله واتخرمت. أيوة. الطبله تبتدي بقى تخرج السوائل ديت وتبقى دي بقى مشكله كبيره مخرومة. وممكن المريض يحتاج ساعتها تدخل جراحي لترقيع الطبله. هي لما الطبله دي بتتخرم، معلش يعني سؤال عشان ما اعرفوش، هو ساعتها ما بيسمعش؟ لا هو السمع بيتاثر شويه انما ما بيروحش خالص، يعني ما بيختفيش خالص. طيب. انما بيتاثر شويه. بالنسبه بقى للشمع بتاع الودان، تمام، ده تقريبا كلنا طبيعي بيبقى فيه شمع للودان والناس بتجيب اللي هي الودانات ويقعد. دي انا سمعت ان هي خطر طبعا. وسمعت ان هي غلط، بس لازم نعمل ايه لو هي خطر او غلط، والمفروض نعمل ايه؟ بصي، من نعمه ربنا علينا ان الاذن بتنظف نفسها بنفسها. تمام. الشمع ده ما بيبتاش في معظم الناس ما بيتكونش الا لما احنا بنقول احنا هننظف الودن. تمام. اول ما نقول ان احنا هننظف الودن يبتدي الشمع يتكون في الودن، وتبقى الودن محتاجه بقى غسيل وتنظيف بجد بجد. فاحسن حاجه ان انت تسيبي الاذن بدون تنظيف وبدون اي شيء وهي بجد هتنظف نفسها. اذا اضطرت اذا تطورت الامور والشمع ابتدى يتكون بيبقى ساعتها بتروح للدكتور، يا اما بيعمل له سحب شفط ليه او ان هو بيعمل غسيل. يعني هو سؤال بس كده عشان ابقى فاهمه، يعني الواحد ما يصحاش الصبح وياخد ما يعملش كده خالص؟ ما يلعبش في ودن، يسيب ودانه عادي كده ومفيش مشكله. مفيش يعني احنا لما بنعمل كده احنا بنحاول برضو ان الميه برضو ما تخشش ودانه كتير، لان دي بتساعد برضو على تكوين الفطريات في الاذن. احيانا الناس تيجي تدخل وتعمل بالميه كده، اصل انا بنضف ودني من جوه، ويدخل ودنه ومميلها الناحيه الثانيه وبتاع ده. الميه ديت من اكتر الحاجات اللي بتسبب فطريات في الاذن، يبتدي فطريات تتكون وتقفل له الودن، ونضطر ان احنا نقعد نعمل له تنظيف كذا مره، ونعمل له فتيل بمراهم ومضادات للفطريات والحاجات ديت عشان قبل ما يتحسن. انت تعرف يا دكتور فكرتني بحاجه واحنا بنتكلم في الودان دلوقتي. في طفل صغير بيلعب مع اخوه، تمام، فبيرمي حمص. من المواقف والطرائف اللي حصلت في الحياه، حمصه دخلت في ودن الطفل الثاني وهم ما يعرفوش بقى، ما الاثنين كانوا بيلعبوا مع بعض وتقريبا رموا، كبرت ابتدت تنفش لغايه لما الطفل ده ودنه ورمت، بمعنى كلمه ورمت. ده ساعتها واضطروا لتدخل جراحي على فكره عشان يخرجوا الحمصه اللي هي زي موجوده كتير. الحالات دي موجوده كتيره جدا خصوصا في الاطفال الصغيرين.
تلاقيه مدخل حمصة لباية مش عارف حتة فول سوداني، الحاجات ديت كتير. دي مصايب ظريفة جدا. ان انا جات لي مرة مريضة والله لقيت صرصار في ودنها. صرصار يعني مش عايز اقول لحضرتك قد كده، انا ما اعرفش ايه اصلا هي كانت فين وهو داخل على ودنها. يعني هل هي ما حستش؟ وبنت يعني في كامل قواها العقليه الطبيعيه، بس هي كانت نايمه وبتقول لي انا ما ادريتش. صرصار والله صرصار قد كده. لا دي جديده، دي جديده عليا بجد. وايه اللي حصل؟ عملنا لها غسيل دي والحمد لله طلع. وخرجتوه؟ وخرجناه بالجفت وبالغسيل. كان عايش ولا ميت؟ لا احنا مطلعينه، انا طلعينه. لا جديده عليا دي. احيانا بنلاقي نمله، احيانا برضو الحاجات ديت. ياه النمله ممكن بجليسرين، نقط جليسرين نحطها في الودن ده بجد يا دكتور؟ والله ده الواحد ينام ويحط قطن بقى. لازم يأمن المنطقه. لا انا كده ابتديت اقلق. لا انا يعني انا اسمع موضوع الاطفال يرموا بعض مش عارفه ايه، يحط حاجه في ودانه، يحط حاجه في يعني في الفتحات اللي الطفل مش مدرك. لكن جديد علي موضوع الصرصار والنمل وال برضه الجديد مع الوقت بتاعنا دي، اللي هي بتاع سماعات الموبايل، اللي هي البلاستيكه اللي هي قدنا. يحط ديت يحطها في ودنه ويجي يطلع السماعه يطلعها من غير البلاستيكه الصغيره ديت. لا دي جامده. دي لا دي جديده مع التطور الموبايل. وبعد كده بتطلع برضو؟ بتطلع بنطلعها بالجفت بالجفت ولا بعمليه؟ لا بالجفت. دي تطلع غالبا بتبقى في قدام يعني ما بتتحشرش لجوه يعني. طب الناس تاخد بالها بقى يعني، بلاش السماعات تلزق يا جماعه في الودان، مش ناقصه هي الحكايه، كفايه علينا كورونا يعني، دي كفايه علينا. طب يا دكتور كنت عايزه اسالك في حاجه تاني. انا لو واحده كبيره في السن، يعني سن كبير دلوقتي، مش اطفال بقى، مش هنتكلم عن الاطفال، وابتدينا ان احنا بنشتكي باللوز عندنا احنا، تمام؟ هل في الوقت ده ابتدي ان انا اروح اعمل عمليه ولا لا خلاص يعني انا مش فارقه بقى فعدى يعني مش فارقه زي ما كانوا صغيرين؟ وسمعت كمان اللي بيعمل عمليات الصراحه انف واذن او اللي هي اللحميه انا بسمع دايما ان هي مرتبطه باللوز. في السن الكبير بتبقى صعبه شويه الناس الكبار. بصي هو في السن الكبير هي ما بتبقاش لحميه على قد ما بتبقى الغضاريف بتاعت الجيوب الانفيه نفسها هي اللي متضخمه، او اللي فيه حاجه تاني نوع تاني من انواع اللحميه، ده اللي بيبقى موجود في الكبار. انما اللحميه اللي هي الادينويد اللي هم اللي اسمها الادينويد ديت، دي بتبقى في الاطفال الصغيرين. بعد سن معين بتبتدي بيحصل فيها ضمور وكده، بس للاسف ساعه ما بيحصل فيها ضمور بتبقى سايبه الاعراض بتاعتها اكن هي موجوده. انما هي كحجم بتقل في الحجم بتاعها، ده بالنسبه للحميه اللي هي العاديه. انما في لحميه تانية بتحضر بتبقى موجوده في الكبار مع تضخم الغضاريف بتاعه الجيوب الانفيه، هي ديت اللي بتعمل الانسداد اللي في المنطقه دي. هي اللحميه ممكن تطلع تاني يا دكتور؟ ممكن لو ما اتشالتش كويس. يعني من البقايا بتاعت لا مش بتطلع، هي البقايا اللي موجوده اما بتتضخم بتكبر وبتسد المكان اكن في لحميه اكنها ما اتعملتش. اكنها ما اتعملتش خالص. انما هي مش بتم، وهي بتتضخم، الجزء اللي موجود بيتضخم ويقفل المنطقه. تمام. ماشي هنطلع لفاصل صغير وهنرجع تاني وهنكمل حوارنا مع دكتور ندى احمد بعد الفاصل، انتظروني. من داخل مستشفى دكتور عاطف نور الدين معانا النهارده دكتور مهند عدنان. اهلا بحضرتك يا دكتور، وعايزاك تعرفني عن نفسك. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالمشاهدين. انا طبيب مهند عدنان محمد، طبيب باطني وقلب واوعيه دمويه في مستشفيات التابعه للزماله المصريه، احد اطباء مستشفى دكتور عاطف نور الدين. نقوم هنا باستقبال مرضى القلب والضغط والاوعيه الدمويه وحالات الطوارئ العامه كطبيب ممارس عام. ويوجد هنا عندنا اجهزه زي أجهزة رسم القلب والمونيتور، وفي عندنا التحاليل العامة كتظبيط الضغط والكوليسترول والدهون ووظائف الكلى والكبد والحاجات التانية كلها. تمام يا دكتور، يعني أي حد بيجي من الآخر تعبان من القلب أو بطنه، حضرتك بطنه وقلب صح؟
بيجي لحضرتك وحضرتك بقى بتتعامل معاه من ناحية الأجهزة. طب عايز أعرف بتعمل إيه مثلا؟ يعني لو جالك واحد تعبان وبيشتكي لك بقلبه ولا عنده الضغط واطي، ولا بتتعامل تعمل معاه إيه؟ أولاً نحن بناخذ القصة المعرضية من العيان، التاريخ المرضي، ونقوم بفحصه ونشوف هل هو عيان محتاج حالياً إلى تدخل زي القسطرة. في البداية نحن نعمل رسم قلب بعد ما ناخذ القصة المرضية ونحلل الألم، وبعد ما نعمل رسم القلب طبعاً لو كان في تغيرات أو اشتباه في جلطة أو حاجة زي كده، بنعمل نطلب انزيمات القلب عشان نشوف هل هو في جلطه او في حاجات زي كده، عشان ده العيان لازم ياخد بقى علاج فوري ويتحول لمستشفى عشان يعمل قسطره. تمام يا دكتور، ميرسي جدا ليك، وتشرفت جدا بمتابعتي ومعادتي مع حضرتك. ميرسي جدا لحضرتك. ومن داخل مستشفى دكتور عاطف نور الدين معانا دكتور محمد رفعت اخصائي طب عيون. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. كنت بسأل حضرتك، عايزاك تشرح لي بقى وتكلمني عن طب العيون جوه المستشفى. طب وجراحة العين في مستشفى دكتور عاطف نور الدين، احنا بنقدم جميع الخدمات الطبية لجميع أمراض العيون، سواء العلاج الدوائي أو العلاج الجراحي. بنبدأ مع المريض طبعا، أول ما يدخل معانا بناخد منه التاريخ المرضي بتاعه كويس جدا، نسمع مشكلته ايه بالظبط، ايه هل عنده أمراض مزمنة، عنده شكوى بقالها فترة طويلة فترة قريبة. بنبدأ مرحلة الفحص طبعا عن طريق أحدث وأدق أجهزة الفحص، وبناء على كده بنبدأ برضه مرحلة تانية، مرحلة التشخيص، ونحدد إذا كان المريض في الكاتيجوري الاتجاه العلاجي أو الاتجاه الجراحي أو الاتجاه الجراحي المتقدم. جراحات العيون طبعا في مصر احنا بقينا يعني في مرحلة متميزة جدا جدا، أغلب الجراحات اللي موجودة في مصر احنا نفس الكفاءة الموجودة بره مصر، بفضل إن جميع الأجهزة عندنا موجودة في مصر. ده اللي يميز جراحات العيون في مصر بالذات. من أكثر أنواع الجراحات اللي احنا بنقابلها وبنتعامل معاها جراحات المياه البيضاء، جراحات الليزك تصحيح الإبصار. الجراحات دي دلوقتي ما شاء الله بقت نسبة نجاحها ممكن 98% ل 100%. كنت أسألك بقى بجراحات الليزر أو الليزك بمعنى أصح، هي دي فعلا بتصحح النظر؟ جراحات الليزك أو تصحيح الإبصار دي جراحات ناجحة 100%، بس بيعتمد على فاكتور تاني، مش كل مريض ينفع له جراحات الليزك. لازم المريض يتشخص كويس يعرف حالته ايه بالظبط، لان كل مريض غير التاني، في مريض ينفع له الليزك ومريض ما ينفعلوش الليزك. مين ما بينفعلوش الليزك؟ دي كذا دي كذا كذا فاكتور مريض عنده كتير جدا، منها السمك القرنيه، شكل الغوارز القرنيه الشبكيه او القاعه القرنيه نفسها، وتحاولوا ان انتوا تعرفوا. بنعمل فحوصات اسمها رسم الغوارز القرنيه، رسم التشوهات القرنيه، سمك القرنيه، الشبكيه وضعها ايه، بناء على كل ده بينفع نقول له انت ينفع لك ليزك او لا. اصل في ناس بجد بشوفها يعني دايما يقول لك ايه، انا بفكر اروح اعمل عمليه الليزك كانه رايح يعمل عمليه تجميل، فهو فاهم ان هو رايح يعملها ويرجع. هي عمليه تجميليه بس في الاول والاخر مش كل الناس مناسبه او تنفع لهم، فبالتالي التشخيص الدقيق وبالجراحه الافضل، ما ممكن ما ينفعش نوع معين ينفع لك النوع الثاني، فبالتالي كل مريض قصه وحكايه مختلفه غير الثاني، كل مريض ليه جراحه متميزه وجهاز هيقدم له افضل رؤيه وأمل رؤية للمستقبل. ما ينفعش أعمل جرح على عيان بعد كام شهر يدخل في مشكلة، بعد كام سنة دخل في مشكلة أكبر من اللي هو كان جاي عشان يتعالج منها. ميرسي جدا يا دكتور بجد، واتشرفت جدا بمعرفتي بحضرتك. ومعانا النهارده من داخل مستشفى دكتور عاطف نور الدين دكتور صلاح فتحي، بنرحب بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيكي، منورين، فرصة سعيدة بيك الحقيقة وبيكم جميعا. ميرسي يا دكتور، ممكن تعرفنا بنفسك؟ أنا سيدتي الفاضلة استشاري دكتور صلاح فتحي، دكتوراه واستشاري الجراحة العامة في الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية. تخصصي اللي هو جراحات السمنة المفرطة بالإضافة لجراحات المناظير والغدد الصماء. الناس بتحتاجها كتير قوي يا دكتور، موضوع السمنه المفرطه دي والسمنه عموما، يعني كل الناس محتاجه الصراحه تخس يا دكتور. اصبحت دلوقتي ان هو المصطلح ظهر، واصبحت كمان الجراحات بتاعتها زادت، والناس بتلجا ليها كتير جدا دلوقتي، يعني دلوقتي ان هو لقت ان هي بقت حل سريع ومناسب
بدل من انها تفضل تتردد على اخصائي تغذيه ونعمل ريجيم وينفع ما ينفعش. يا دكتور الناس تعبت من موضوع الريجيم وسالنا انا الناس كلها عشان خاطر احنا نرتاح. ايوه يعني بتجيبوا من الاخر بقى، يعني من الاخر كده انتوا بتجيبوا من الاخر علشان تعب الريجيم وزهق الريجيم والناس بتمل والناس بتخس وبترجع وتخس وترجع. ايوه تمام حلو جدا يا دكتور. طب اشرح لي اكتر في تخصص حضرتك. يعني لو اتكلمنا على السمنة المفرطة، يعني ايه هي السمنة اساسا؟ يعني السمنة ان هي زيادة وزن، يعني واحد وزنه زايد. لكن لما نيجي نقول برضك وزنه زايد ازاي، هي معادلة بسيطة كده بنحسبها من زمان قوي، ان هو طول الانسان بنقيسه بالسنتي وبنطرح منه 104. ازاي دي بقى يا دكتور؟ معلش عشان واحد مثلا طوله 170 سنتي، تمام، لو طرحنا منه ال 104 هيبقى الباقي 66، وده هيبقى الوزن المثالي المناسب لهذا الطول بالنسبة للشخص ده. يعني يتعدى مثلا 2 3 كيلو 4 كيلو بالزايد بالناقص، لكن ده اللي هي المناسب. معلش يا دكتور هسألك سؤال، هو مش في الوزن بيبقى مثلا كتلة مثلا عضلية وكتلة دهنية؟ ما هي دي ما هي بدأنا بقى، ما هي يعني كنت عايز اكمل لك انا الموضوع ظهورا. فده ان هو يعني طريقة بنحسبها من زمان قوي الطريقة دهيا يعني، لكن برضك ده مش هيدينا ان هو يعني ايه، برضك هيوصلنا لمفهوم السمنة. فبدأنا نتجه نستخدم معادلة بقى دلوقتي اسمها البودي ماس اندكس، اللي هي المؤشر بتاع كتلة الجسم. دي بنحسبها ازاي؟ اللي هي ايه؟ الوزن الكلي، بس الوزن هنا بنحسبه بالكيلوجرام، بنقسمه على الطول، بس الطول هنا بيبقى مربع الطول مقاس بالمتر. بمعنى لو عندي مثلا شخص وزنه 100 كيلو مثلا، طوله مثلا نفترض 160 سنتي، يبقى انا بحولها الى 1.6 متر، باخد بقى المربع بتاع الواحد وستة من عشرة متر دولت، يعني تقريبا بيطلعوا في حدود تقريبا يعني 9 12، تقريبا حوالي 2.39% تقريبا، وبالتالي بقدر احسب البودي ماس اندكس اللي هي المؤشر بتاع كتلة الجسم. هنا بنقدر نعتمد بقى على المعادلة دي ان انا اقول ان هي امتى يكون في سمنة وامتى تكون سمنة مفرطة. كويس، فوصلنا الى النقطة ان هي لو الكتلة المؤشر بتاع كتلة الجسم 40 فما فوق، كويس، يبقى ده معناها في سمنة مفرطة، وده محتاج ان لازم يعمل جراحة السمنة. ورجعنا تاني ولسه مكملين مع دكتور ندى احمد. بص يا دكتور بقى، عايزين نعرف ايه هي طرق علاج حساسية المزمنة. طيب بالنسبة لطرق علاج الحساسية اللي هي الموسمية ديت، لو هي حاجة بسيطة ممكن ان احنا بالابتعاد عن اللي هي المسببات بتاعة الحساسية، يعني لو انت قاعدة في مكان فيه تراب، لو انت قاعدة في مكان فيه دخان، العطور، الحاجات ديت، ممكن ده يكون علاج كافي جدا ان الاعراض تختفي. لو الاعراض متوسطة ممكن ان احنا اللي هو حاجات اللي هي مزيلة الاحتقان والحاجات اللي هي مضادات الحساسية، سواء بخاخة او قطرة للعين او اللي هي الحاجات اللي هي المضادة للالتهاب، ممكن دي برضو بتكون كافية، او احيانا اللي هو الغسول بتاع الانف بمحلول الملح، ده بيخلي المخاط اللي هو موجود جوه الجيوب الانفية ان هو يخرج بكل المكونات بتاعته من اللي هي الحاجات اللي هي المسببة للحساسية. في بعض الناس اللي هي بتبقى الحساسية معاهم شديدة شوية، دول احيانا بنضطر ان احنا بنحتاج ان احنا نعمل لهم اختبارات للحساسية، وبناخد الحاجات اللي هي المسببة للحساسية بالنسبة لهم ديت، وبياخدوها على جرعات كحقن، بحيث ان الجهاز المناعي بعد فترة بيتعود على اللي هي المسببات للحساسية ديت، وبتبتدي الاعراض ان هي تختفي شوية وتتحسن الامور. يعني يبعدوا عن التراب، عن البرفيون، عن الدخان. دي الحاجات دي الوقائية بتفرق كتير جدا مع مريض الحساسية الموسمية. وكل ده موجود عندنا الحمد لله. طيب ايه هي النصايح بقى؟ السؤال ده مهم جدا للناس كلها. ايه النصايح اللي الناس لازم تتبعها علشان تتفادى مرض الكورونا؟
عشان نتفادى مرض الكورونا. أول حاجة تجنب الأماكن اللي هي المزدحمة واللي فيها تجمعات كتير. ده أهم نقطة. تاني حاجة اللي هو الكمامات لازم سواء في شغلك في الشارع نازلة راح أي مكان لازم كل شخص يكون لابس الكمامة بحيث أنه هو يقلل فرص انتقال العدوى ليه أو للغير. طب ممكن تقول لهم يا دكتور إيه اللي فعلا بيحصل لو هم ما لبسوش الكمامة عشان الناس اللي ما بتلبسهاش أو بتستهتر أن هي مش يعني أنت مش هتلبسي الكمامة؟ سهل جدا. أولا أنت نفسك ممكن تنقل المرض لأي حد تاني او ان انت هتاخدي لو واحد جنبك كح عطس اي حاجه سهل ولو جدا اتكلم. ان او لو الرزاز نفسه ما هو الرزاز الكلام يعني ده في رزاز اللي مثلا في رزاز اتنين قاعدين مثلا في بنك مثلا قاعدين بيتكلموا مع بعض الرزاز نفسه ده لو واحد منهم مصاب الرزاز اللي طالع منه دوت ممكن بيجي عليا ممكن يجي على المكتب ممكن يجي على الكوبايه اللي محطوطه جنبي فسهل جدا ان اي حد تاني يتعدي وده بنشوفها في اماكن كتيره ان يقول لك مثلا 14 15 واحد اتعدوا في مكان واحد الناس بتبقى مزحمه إيه؟ هو يا دكتور واحد بس كان مريض ونقل العدوى لكل الناس اللي حواليه الناس بتبقى لازقه في بعض كده وزحمه في الاماكن ومش عارفه في التذاكر ومش عارفه ايه ظروف الناس طبعا وغصب ناس كتيره طبعا بيبقى غصب عنها انها عايزه تنزل عشان شغلها وكده بس احنا بنتكلم كوقايه على قد ما نقدر ان احنا بص انا ما بتكلمش الصراحه يا دكتور عن الناس اللي بتنزل شغلها انا بتكلم عن الناس اللي ما عندهاش شغل بس بتنزل عشان تنفس عن نفسها هو ده بقى ده عدم وعي من الناس ما هو ده عدم وعي من الناس وده اللي احنا لازم نفهم الناس الكورونا يا جماعه موجوده ولازم نحاول ان احنا نحمي نفسنا ونحمي الاخرين من 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 الاصابه بيها الكورونا موجوده الكورونا موجوده الكورونا موجوده يا ريت تقول للناس كده عشان في ناس لغايه دلوقتي في ناس شايفه ان مفيش كورونا والناس اللي شايفه ان في كورونا تقول لك مش هتجيني لا هو محصن تقريبا او راح عند الشيخه المغربيه تقريبا عملت له حاجه فقال لك لا انا مش هتجيني انا مش فاهمه مش هجي لك على اساس ايه في الاخر برضه من خلال البرنامج بتاع حضرتك احنا هنفعل هاشتاج خلي بالك طبعاً. خلي بالك من ايه مش من البرنامج ده مش من زوزو خلي بالك من اول ما بتخرج من بيتك الاقرة بتاعت الباب زرار الاسانسير ملامسه زرار الازرار بتاع الاسانسير انا عايز اقول لك في وانت بتفتح العربيه او انت راكب مواصلات عامه العمود بتاع المواصلات العامه ملامسه العمود بتاع المواصلات العامه تخلي بالك خلي بالك من عربات التسوق وانت بتزوق عربات التسوق دي ممكن يكون الفيروس موجود عليها كان واحد قبلك كان ماسك العجله ديت وسهل جدا ان انت تتعدي منها خلي بالك من ملامسه ماكينات الصرف ممكن يكون الشخص اللي استخدمها قبليك برضو يكون مصاب او اي حاجه طب انت عارف في ناس بترش كحول عليها والدنيا المفروض كده المفروض كده الفلوس نفسها سواء الورقيه او المعدنيه ملامستها برضو ده ممكن يؤدي الى نقل العدوى خلي بالك برضو شاشات اللمس الكمبيوتر والموبايل والحاجات ديت ممكن سهل جدا ان انت تتنقل لك العدوى من خلالها خلي بالك طبعا عايز اقول حاجه بالنسبه للاسانسير لانه بجد عندنا في العماره عملوا حاجه حلوه جدا اتمنى كل الناس تعملها حطوا مناديل وتحتيها علبه كده بحيث ان المنديل لما بيتاخد انت تاخد منديل تعمل بيه زرار الاسانسير وبترمي المنديل ده في العلبه اللي هم حاطينها تحت وتاخد منديل تاني وبتفتح بيه باب الاسانسير ابتدوا ان هم يعني في وعي عجبني جدا في الحته دي بجد حقيقي لو كل العماير ابتدت تعمل كده لان انا بسمع ان في عماره مثلا كامله اتصابت عارفين ايه السبب الاسانسير هو كل العماره بتطلع في الاسانسير مفيش حد ما بيطلعش فيه اللي من اول التاني او التالت يبتدي بيطلع في الاسانسير تمام فيا ريت ناخد بالنا من حته المناديل حطوا علبه مناديل تحتيها كرتونه كيس علبه اي حاجه بحيث ان يستخدم الاسانسير هيدوس الزرار هيرمي المنديل ياخد منديل تاني هيفتح بيه باب الاسانسير ويرميه برده في الباسكت مجرد انه لا اي باسكت وهو خارج بره ده هيعفينا كتير جدا والحركه دي فعلا عجبتني جدا ولا بجد فكره عجبتني انا بقول لحضرتك من اول ما بتخرجي من باب الشقه الاقره نفسها بتاعت باب الشقه لازم تطهريها او انت داخله باب الشقه بتطهري الاقره خرجتي عند الاسانسير الازرار بتاع الاسانسير نزلتي تحت هتفتحي عربيتك الاقره بتاعت الباب بتاع العربيه نفسه ممكن يكون حد كان ساند عليها او ماسكها ممكن يجي سهل جدا يجي لك هو من الاخر يا دكتور نمشي نربط ايدينا بظهرنا والايدين بقى الايدين الكحول او الميه والصابون لو الكحول مش موجود يعني كل حاجه احنا بنلمس بيها ايدينا يعني هي دي المشكله بصوا من الاخر نقلل الفرص يعني نقلل فرص العدوى على قد ما نقدر اللي انا فاهماه واللي انا استشفته من كذا حلقه على الكورونا
ان احنا ايدينا دي طول ما انت بره ما تجيبهاش على وشك، بس على قد ما تقدر، صح يا دكتور؟ طبعا الفيروس اول ما بيخش ويلامس البطانه اللي هي الداخليه بتاعه العين او بتاعه الانف او بتاعه الفم، بيبتدي بقى مرحله حياته، بقى بيبتدي حياته ويعيش حياته ويبتدي يعني نحاول بقدر الامكان ايدينا طول ما احنا بره ما تلمسش لا عينينا ولا ودنا ولا الانف ولا الفم نهائي. طبعا هو الماسك احنا بنقول ليه الماسك؟ الماسك علشان انت لو حطيت ايدك او اتكلمت مع حد او اتحاورت مع حد انت كده بتمنع شويه الاحتكاك. خلصت حلقتنا النهارده يا دكتور، بجد كنت مبسوطه جدا 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 ان انت منورني النهارده. ميرسي قوي، شكرا، كل سنه وانت طيبه مره ثانيه. وحضرتك طيب، ميرسي، ربنا يخليك. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين بمتابعتكم بينا النهارده، انتظرونا في حلقه جديده من برنامج كل الكلام. سلام.